السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. محافظو الجنوبية يثمن دور رجال الأمن والمتطوعين في مشاركتهم الفاعلة في تعزيز الشراكة المجتمعية وتحقيق مبادئهم. تخصيص جائزة العمل التطوعي للكوادر البحرينية العاملة في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا. المحافظة الشمالية تنظم حملات تطهير لعدد من المجمعات التجارية. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. تقدمت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب وعددا من أصحاب السعادة النواب الاقتراح برغبة بشأن تنظيم العمل التطوعي وتكريم المتطوعين أدبيا وماديا وتوفير كافة احتياجات العمل التطوعي ودفع المصاريف التشغيلية التي يتحملها المتطوع. وضمنت معاليها الاقتراح برغبة بالثناء والإشادة بسياسة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في تنظيم العمل التطوعي سواء في الداخل أو الخارج وبأسلوب مهني متفرد، حيث ساهمت المؤسسة في أداء المهام الصعبة بنجاح وأبدت تميزا في تقديرها للمتطوعين بالطرق والأساليب المثلى. وتنطلق مبررات واعتبارات الاقتراحات برغبة من ضرورة دراسة الاحتياجات التطوعية وتوزيع المتطوعين حسب الظروف على أرض الواقع في مملكة البحرين. ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية اجتماعا تنسيقيا عن بعد لمتابعة المبادرات الأمنية والاحترازية التي تقام في مختلف مناطق المحافظة. وفي بداية الاجتماع أكد سمو المحافظ المحافظة الجنوبية على مواصلة الجهود في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتعزيزها بالمستوى الأمني اللازم بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية ومختلف الإدارات الأمنية، وذلك عبر استمرار الزيارات الميدانية لتخفيف نسبة الكثافة في سكن العمال والتي بلغت نسبتها 60%، الأمر الذي يعكس الدور الوقائي والأمني بالإضافة إلى حملات التطهير الاحترازي في العديد من المناطق المحافظة كمنطقة الرفاع والزلاج ومدينة عيسى. ومن جانب آخر، اطلع سمو محافظ المحافظة على إيجاز قدمته مديرية شرطة المحافظة الجنوبية حيث استعرضت الجهود التي بذلتها المديرية في اتخاذ التدابير الاحترازية كتخفيف التجمعات وتحقيق التباعد الاجتماعي والتأكيد على لبس الكمامات الوقائية والتوعية التي من شأنها تثقيف المجتمع وتعزيز الطرق الوقائية بين أفراده. صرح سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة بأنه تقديرا للكوادر المماثلة في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا وما يقدمونه من تضحية وكفاءة عالية ومسؤولية وطنية مشهودة ومعان سامية للمواطنة الصالحة والمخلصة وتفان في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والحملات التوعوية والإرشادية، فقد خصصنا جائزتنا للعمل التطوعي في دورتها العاشرة هذا العام لتكريم الكوادر البحرينية البارزة في الصفوف الأمامية والتي كان لها إسهامات كبيرة في التخفيف من تداعيات وآثار جائحة كورونا. وقال سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة أن تصدر البحرين للمراتب الأولى في الاهتمام في التطوع جاء إيمانا من القيادة الحكيمة بأهميته في المساهمة في العملية التنموية وباعتباره أحد الركائز الأساسية لتقدم ونهضة المجتمعات، كما حرصت على تطوير قدرات المواطن البحريني باعتباره الثروة الحقيقية لهذه المملكة وذلك أسوة بالدول المتقدمة. أكد محافظ الشمالية السيد علي العصفور على الجهود التي بذلها المتطوعون من أبناء المحافظة أثناء مشاركتهم في حملة تطهير عدد من المناطق تضامنا مع الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا. جاء ذلك خلال متابعته حملة التطهير التي شملت عددا من المجمعات التجارية في مختلف مناطق المحافظة، حيث ثمن العصفور عطاء أبناء البحرين في خدمة الوطن والمجتمع، وبين أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستمرار في عمليات
عمليات التطهير للحد من تفشي الجائحة وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، معرباً عن شكره لمشاركة الجميع في إنجاح مثل هذه الفعاليات التي تعكس التكاتف بين أفراد المجتمع. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. جمعية الهلال الأحمر البحريني تتفقد خدمات مركز الحجر الصحي بمدينة الحد. صرح اللواء ركن بحري علاء سيادي قائد خفر السواحل أنه في إطار جهود خفر السواحل في التصدي للمخالفات المتعلقة بالصيد والأدوات المستخدمة فيه، فقد تمكنت دوريات الإسناد البري التابعة لقيادة خفر السواحل من ضبط 10 شباك جر قاعي لكراف في 5 قوارب يتم استخدامها كمخزن لهذه الشباك. وأكد قائد خفر السواحل على ضرورة التزام البحارة بالقوانين والقرارات المنظمة للصيد والتي تهدف إلى حماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروة السمكية للمملكة، مشيرا إلى أن الحملات البحرية والبرية مستمرة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. زار وفد من جمعية الهلال الأحمر البحريني مركز الحجر الصحي بمدينة الحد، وذلك من أجل تقديم رسالة الشكر للعاملين في الصفوف الأمامية بمواجهة جائحة فيروس كورونا. وتجول وفد الجمعية في أقسام المركز مطلعين على الخدمات النوعية المقدمة لنزلاء المركز من رعاية واهتمام في إطار الجهود البارزة لمملكة البحرين للوقاية من فيروس كورونا. وخلال الزيارة قام وفد الهلال الأحمر بتكريم العاملين بالصفوف الأمامية وخط الدفاع الأول من المتطوعين والعاملين في مركز الحجر الصحي بمدينة الحد، إضافة إلى زملائهم في مركز العزل بالجفير الذين حضروا معهم هذا التكريم. كما وجه وفد الجمعية الكلمات التحفيزية والتشجيعية والتعبيرية لإخوتهم في الصفوف الأمامية في جو أسري اتسم بالابتسامة والروح الواحدة. قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف أن مختبر الزراعة النسيجية بالشؤون الزراعة استطاع أن ينتج خلال عام 2019 4222 من زهور الأوركيد بمختلف الأحجام من المختبر إلى حجم التزهير. وأوضح أن الوزارة استطاعت أن تحقق نجاحا على صعيد تعاونها مع فريق عمل تايواني في إنتاج زهور الأوركيد محليا ونقل الخبرات الموجودة لدى الفريق إلى الكوادر البحرينية، حيث أن الوزارة استطاعت منذ انطلاق هذا المشروع أن تقدم الفرص التدريبية لمجموعة من البحرينيين والبحرينيات الذين استطاعوا أن يوظفوا ما اكتسبوه من تأهيل وتدريب في إطلاق مشروعاتهم الخاصة على صعيد زهور الأوركيد. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.